اوكي سانشيرو حاول من جديد. عفوا استاذي لقد خسرت. ليس بعد ساريك لقطة اخرى. سوف تقتلينني. لا تتذمر كن رجلا. كيوكو تسيطر عليه تماما تداعبه مثل الطفل. ولكن لما لا يقاوم بشكل افضل؟ عليك يا سانشيرو تشجع تشجع. معثرك جميل. لا تمزح اثناء التدريب. خذ. كم هو بليد. هذه المرة تأذيت. عفوا هل السيد سانشيرو سوغاتا هنا؟ نعم انا هو. انت؟ لا. يا له من حفيد. من الآنسة؟ اعذريني على هذا اللقاء الغير لائق. بواسطة هاتين اليدين تحافظ على حياة جمال. يجب أن تعتني بهما. أنت من عشاق الدمى الإلكترونية؟ عشاق؟ أنت تستخف بي؟ أنا منافسة لك. حقا؟ يعتقد الفتيان أن الفتيات لا يفهمن بالكمبيوتر وكل شيء إلكتروني. لم أقصد ذلك أنا آسف. أعتقدت أنك تختلف عن الآخرين. أنت مخطئة ضحكت لأنني أشعر بالفرح. حقا؟ لم تسخر مني؟ لعبوا الدمى كلهم أصدقاء أوفياء. بالطبع. انتهى تدريبنا اليوم. حسنا فعلتي. ما زالت الفتاة هنا؟ سانشيرو وسيم مثل والده، لذلك هو محبوب عند الفتيات. يجب الحذر من فتيات اليوم، شكلهن جميل لكن معظمهن شريرات. لا لا أصدق. سأذهب إليهما وألقي نظرة. اسمعي ترى ماذا جرى لكيوكو؟ نعم أكملي وماذا بعد؟ دمية الإلكترونية اسمها بومبا كرز. كرز اسم يناسبك تماما. يبدو جومارو في أحسن حال لكن دميتي لا بأس بها أيضا. كلام سخيف، جومارو فريد من نوعه ولا توجد دمية مثله. تفضل الشاي. كيوكو اقرأي الباب على الأقل. قرعته. معي حق. أنت مخطئة. بومبا كرز تضاهي جومارو في القدرة على القفز. أشك بذلك. ماذا؟ هل تقاتلين؟ كيف كيوكو؟ اللاعبون يسرقون فنون بعضهم البعض. هل من الطبيعي أن تكلمني بهذه الطريقة؟ فتيات اليوم وقحات. أنا لم أكسر يد أحد أبدا. ومن كسر يده؟ سانشيرو. لئيمة. كيف كيوكو؟ كيف؟ لكن يا سانشيرو. أنا لاعب دمى وسوف أعلمها، لا تقلقي علي. سنصبح أنا وسانشيرو أكثر من مجرد خصمين. دعك من كيوكو. معك حق. لنتحدث بين لاعبين. حسنا. المهم في قتال الجو هو التوازن، لا قوة القفز. الاتجاه وقوة القدم عند الرفس هنا الموضوع. راقبي جيدا. يبدو جومارو رائعا، هل تسمح لدميتي بمسارعته؟ طبعا لم لا. اذا لنتفق. الامر خطير سانشيرو، الامر خطير. ما الامر؟ كنت نائما. الفتاة التي تحدثتك بالامس. ماكي. انها رئيسة نادي الدمى الالكترونية في مدرسة الرملة البيضاء. يعني علمنا انه في هذه المدرسة يدرسون الكمبيوتر في دار الحضانة. مصارعة الدمى شيء اخر. كلا، المدرسة تدعم النادي وتسمح للأعضاء باستعمال آلاتها الإلكترونية المتطورة. الأمر خطير. فعلا خطير. ما بك؟ ماذا بي؟
حسبتها فتاة لطيفة وأخبرتها عن نقاط الضعف عند جومارو. ماذا؟ حدثتها عن أسلوب جومارو الفريد في الطيران. حتى الآن لا يمكن برمجة دفاع مضاد لأسلوب جومارو في الطيران، إنه معقد جدا. يا لك من فتى، ماذا فعلت؟ فتاة أفقدتك عقلك؟ دعه يا شوتا، لا يمكنها أن تنجز البرمجة في أسبوع واحد. القتال في الجو ليس سهل البرمجة أبدا. أرأيتم؟ لكن في المباراة يبحث الجميع عن نقاط الضعف عند الخصم، كن حذرا. حتى ولو تغلبوا على أسلوب جومارو في الجو سيكون الضرر قليلا إذا أعددت طريقة الدفاع المناسبة على الكمبيوتر. الكمبيوتر الأمر سهل. لنرى القرص، لنبدأ التدريب لمواجهة الهجوم ضد فن الطيران. سانشيرو، جئت لأغير ضماد يدك، افتح الباب. ما بك سانشيرو؟ سانشيرو لا يخجل. توقفي كيوكو أرجوك يا كيوكو، توقفي أرجوك. لا تخف، الأمر بسيط. يقول إنها تؤلمه. لقد حرك عضلات ذراعه بقوة قبل أن يلتئم الكسر. في الأسبوع القادم سيشفى تماما. أرحت بالي. لا، لن أكون جاهزا للمباراة. ماذا تقول؟ لا تتشاجرا، اهدأه. لو لم تحملك شقيقتك إلي لكان وضعك أسوأ بكثير. ماذا تقول؟ أنا لست شقيقته. آسف، في هذه الأيام تبدو الأمهات أصغر سنا من لما لا تؤجل المباراة؟ لا خيار لدي، سأتصرف. لن أسمح لك، سيزداد حالك سوءا. كفى، لا تتصرفي وكأنك شقيقتي، لا تخافي علي. سانشيرو، كارثة، لن تتمكن من المصارعة غدا ويدك على هذه الحال. شنجي، هل تنوب عني؟ لا أستطيع ذلك. بلى، أنت تجيد استعمال الكمبيوتر. لكن البرمجة والتحكم مختلفين تماما، ماذا عنك يا توتسويا؟ أنا لا، المكننة والتحكم مختلفان أيضا. شوتا، ما رأيك أنت؟ لو كان الأمر مجرد لعبة كنت وافقت، لكن أنا سأشترك. ما؟ كيوكو؟ أمر معقول، إنها فتاة تحب الحركة. إنها بارعة في استعمال آلات الطباعة وكل أنواع المفاتيح. ماذا تقول؟ آلات الطباعة والكمبيوتر يختلفان تماما؟ لا، من الأفضل تجنب ذوي العضلات. ليس من السهل التحكم بجهاز الكمبيوتر. لكن سانشيرو سيعلمها الطريقة. لعلها فكرة صائبة. سانشيرو وكيوكو مجتمعين، هذا معقول، معقول جدا. لا أعتقد. لا بأس إن كنت غير موافق، سنقول لهم إن جومارو ينسحب من المباراة، وضع مأساوي، ربما لن يتمكن جومارو من المصارعة مجددا. بطولة العالم لم تكن سوى أوهام بأوهام. مهلا يا شوتا، لا تذهب. أنا مشغول، لا أقدر ولا أتأخر. هل أنت قادرة على النجاح يا كيوكو؟ سأتصرف.
أنت جيدة. أنا أتفرج كل يوم وأتذكر. لابد أن تفيدها التمارين المكثفة. حسناً سأعلمها. عليك أن ترجوني حتى أقبل. كيف تطلبين مني ذلك؟ كيف؟ حسناً. إذن سننسحب من المباراة. ما الأمر؟ أرجوك اقبلي. ارفع صوتك أكثر. كن رجلاً. أرجوك. في هذه الحال موافقة. لكن تذكري أثناء التمارين سأكون أنا الأستاذ. ليس ذلك بعد عليك. أرجوك أستاذ علمني. حسنا ما دمت تصرين هيا نبدأ. يسرنا أن نستقبل في حلبة نادينا السيد سانشيرو سوغاتا بطل اليابان غير المعلن في مصارعة الدمى الإلكترونية. سوف تشاهدون مباراة استعراضية شيقة بين جومارو وبومبا كارال. كأننا في حديقة أزهار. الأزهار الجميلة تكون أحيانا سامة. أنا أتمنى لو أكل هذه الأزهار. ألا تخجلون؟ نقدم لكم ماجي إيسانو. ها هي تدخل الآن. مرحبا ماجي. ماذا جرى ليدك اليمنى سانشيرو؟ هل ستتمكن من المصارعة؟ بصراحة مع الأسف أنا غريمتك. أنت تمزحين. إن فتاة مثلك لا يمكن أن تكون نداً لسانشيرو. أرجو ألا تكوني كبرتي على الاجتهاد. هاي دعوا الحماسة حتى البدء بالمباراة. معك حق. أشعر أن المباراة انتهت قبل أن تبدأ. هذه الفتاة تلعب بالدمى أيضاً. الكمبيوتر الذي بحوزتها سيجعل الأمر صعباً. دوماً القوة والأناقة، هذا شعار نادينا للدمى الإلكترونية. طريقة ممتعة للمصارعة بالدمى. بومبا كرز الجندي اللامع جاهز. سيكون الصراع قاسيا. هيا جهزي جومارو. حاضر. جومارو جاهز. نبدأ. لن ندع هذه البلهاء تهزمنا. زمن العجائز قد ولى. لنبدأ الآن. هيا انطلق. لا بأس بذكائك. تعلمي. قتاله سلبي. برافو تشجعي. لقد فاجأتني. انتهى أمرك يا كيوكو. كيوكو ماذا تفعلين؟ ألم تستعمل سلاحا؟ لا توجد أي أسلحة في الحلبة. لقد نجحت. رقصة يسارية. بومبا كرز سوف تفوز. هيا يا ماجي. ما العمل الآن سانشيرو؟ علمني. عليك بالرفسات القصيرة والتدحرج.
حسناً، هذه المرة سوف أنجح. الآن هجوم مضاد للرقصة الجوية، بومبا كرز. بداية حسنة. شكراً على الإطراء. جهاز التحسس تأثر بحركة غير ضرورية. كويوكو، لن تستعملي أسلوبك الجوي مرة أخرى. لن تتمكني من التغلب على أسلوب جومارو في الجو. هذا ما سوف نراه. يا لك من خبيثة. هدي أعصابك وقاتلي في الحلبة. لا، سأقاتل في الجو. هل تحاولين أن تخسري بملء إرادتك؟ هل تعتقد أن جومارو يمكنه أن يفوز ببطولة العالم دون أن يقاتل في الجو؟ حسنا، سنحاول. طريقة التنكر إكس 9. رائع رائع. بومبا كرز، الطاقة القصوى. إذا طار جومارو من جديد سوف أسحقه. تنكر إكس 9 جاهز. هيا هيا. بومبا كرز، الحد الأقصى. اختفى جومارو. الرفسة المثلثة القاتلة. نجحنا. لقد خسرت أمامكما مجتمعين. أهنئكما. سانشيرو، أنت عبقري في مصارعة الدمى، لكن في المرة القادمة لن أفشل. سانشيرو، شكرا لك. أنت أيضا لا بأس بك. هل تنزلني مرة أخرى سانشيرو؟ بالطبع، أنت خصم لا يستهان به.